السلام عليكم. اليوم حبينا نعرفكم لأول مرة في القناة، حبينا نعرفكم بالمشروع تاع تحلية مياه البحر في كاب جنات، واللي يعرف وتيرة جد متسارعة، واللي هذا يعتبر واحد من 6 مشاريع راهي قيد الإنجاز، وكلها بسعة 300,000 متر مكعب يوميا. واللي العلم انه القيمه الماليه لهذه المشاريع هي 1,000,000 أورو لكل 1,000 متر مكعب نتاع انتاج. اذا هذه المحطات اللي فيها 300,000 متر مكعب تاع سعه انتاجيه يعني تبلغ التكلفه يعني المبدئيه نتاعهم هي 300,000,000 أورو لكل محطة. إذا فيه أشغال أخرى سوف تأتي، وهي أشغال تاع التوصيل، الشبكات تاع التوصيل تاع هذه المحطات باش توصل المياه إلى أماكن التخزين والشاطو دو كما نسموه حنا، باش تكون فيه عملية تاع التوزيع تاع المياه هذه عبر بلديات ومدن التي تقع في المحيط نتاعها. على كل حال نخليكم تتابعوا الفيديو حول المحطة الجديدة لتحلية مياه البحر في كاب جنات، والسلام عليكم. We'll be right back.